بس قبل ما اتكلم في الكلام المهم هحكي لكم سريعا واقعه مهمه جدا، عشان لازم يبقى معانا مسؤول من النادي الاهلي ياكد الكلام اللي احنا بنقوله صح ولا غلط. مباراه الاهلي الاخيره، النادي الاهلي قعد يخاطب يا جماعه عاوزين 30 عاوزين 20 عاوزين 35، ما المنتخب بيروح له، والاهلي لما يلعب في افريقيا معهوش حد منافس مش هيحصل مشاكل، واحنا قادرين اللي نامن، وقعد يتكلم في الخط ده. الاهلي توافق له على 15000 قبل الماتش بيوم، جاله خطاب، جاله جواب، جاله تليفون، يا جماعه زودوا 5 كمان. في حد في الدنيا بيشتغل بالاسلوب ده؟ في حد في الدنيا قبلها بساعه طب هتجيب تذاكر منين؟ هتطبعها امتى؟ هتديها للجماهير امتى؟ فمن هنا بتفتح مجال لكلام كتير. هل الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ خلونا نروح بسرعه للمدير التنفيذي للنادي الاهلي اللواء شيرين شمس. اولا بشكره على المجهود الكبير اللي هو بيبذله، وكمان عايزين نتاكد منه الكلام ده حصل ولا لا. سياده اللواء برحب بحضرتك. كابتن شادي ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا سياده اللواء؟ اكيد حضرتك سمعتني من شويه في اللي انا قلته، مش عارف سمعتني ولا لا. لا سمعت حضرتك. الكلام اللي انا قلته صح ولا غلط يا سياده اللواء؟ هو ماتش اللي فات حضرتك يعني اتقال لنا قبلها ب 24 ساعة ان احنا ممكن نزود 5000، طبعا انا ما قدرتش لان انا لسه هطبع تذاكر ولسه اختمها مديرية شباب الرياضة واختمها مديرية امن اسكندرية وبعدين اطرحها، فطبعا ما ينفعش لا 24 ساعة ولا 48 ساعة ولا 72 ساعة. الماتش ده حضرتك توافق لنا على 20000 وبعتنا في النادي طالبين ان احنا ندفعهم ال 60 قصة مباراة المنتخب، وخاصة زي ما حضرتك قلت ان المباراة بجمهور واحد اللي هو جمهور النادي الاهلي. ما جالناش رد الحقيقه لغايه دلوقتي والنهارده الثلاث. لا ممكن يجي لك الجمعه ان شاء الله. لا حتى لو جالي بكره مش هعمل حاجه حضرتك. الجمعه انا هبتدي بقى اجراءاتي مع اسكندريه، مع مديريه امن اسكندريه ان انا انظم مباراه من يوم الخميس في ان شاء الله اجتماع. فانا مش هقدر ان انا اطلع بره تركيزي في ترتيب المباراه، وده اللي يهمني ان انا اروح هطبع امتى والحق اختم ولا ما الحقش والحق اطرح ولا لا. لا خلاص هي بقت 20 واحنا هننظم نفسنا على كده ان شاء الله. سياده اللواء انا بشكر حضرتك على التوضيح اللي انت قلته، للمعلومه كانت عندنا، لكن كمان اللي انا عايز اعرفه من حضرتك الجماهير الاهلي بتسال على التذاكر، في البعض حتى اتشكك في النادي اللي عامله اهله، النادي الاهلي عمله في السيستم عن طريق حضرتك ووليد مهدي، وحتى دي تشكك فيها كمان، هتقول ايه في بالنسبه للجماهير والحضور والتذاكر؟ لا شوف حضرتك، اولا احنا النادي الوحيد في مصر، او احنا يعني احنا الحمد لله النادي الاهلي صاحب الرياده دايما، فاحنا عملنا حضرتك واعلنها من سنه على بطاقه جمهور النادي الاهلي لحضور المباريات. ما كناش مطبقينها الفتره اللي فاتت لان طبعا حضرتك عارف ان الدوري بدون جمهور. نمره اثنين في بطوله افريقيا الموافقات يعني ما بتجيناش بدري شويه، فبيبقى فكنا بنطرح التذكره بس على النت، فاحنا يعني اتفقنا مع مجلس الاداره ان المباراه دي هتبقى بقى بالبطاقه، فاحنا طرحنا فعلا واتفاجئنا ان في خلال يومين بقى في 10000 واحد طلبوا وده طلبوا ودفعوا على الفلوس وحولوا كل حاجه واصدرنا بطاقات، والبطاقات هتوصل لكل واحد على عنوانه او اقرب مكتب فوري دي. تمام. التذاكر اتطرحت والتذاكر في المجموعه الثانيه اللي هي 5000 دي حضرتك هنوزعها على منافس اسكندريه وعند الاستاد على اساس الناس اللي ما خدتش بطاقات، لان احنا مصرين انها تبقى برضه بالبطاقه، نحط سيستم بقى ونمشي عليه ان شاء الله. والخطوه الجايه برضه ده ليك انت يعني، احنا دي اول حد او اول برنامج او قناه بتاعتنا هي اللي تبقى عارفه ان احنا ننتقل بقى من التذكره الورقيه الى التذكره الالكترونيه. تمام. ده يبقى سبق اخر يعني، او يبقى احنا سابقين، مش هنوقف عند التذكره الورقيه، دي خطوه اولى ونخش بقى في التذكره الالكترونيه بعد كده. يعني خلاص معنى كلام حضرتك اللي هيحضر الجماهير ال 20000 الموافقه الامنيه بعتها للنادي الاهلي، صح كده؟ تمام يا فندم. تمام. بتخاطب مديريه امن اسكندريه، هيبقى في اجتماع زي ما حضرتك قلت يوم الخميس القادم ان شاء الله، حضرتك هتبقى موجود عشان تحط الرتوش الاخيره للمباراه. الخميس والجمعه بنجتمع برضو بهيئه الاستاد في برج العرب، الحقيقه الناس هناك متعاونين جدا. برضه مرتب معاهم بعد الاتفاق الامني ان احنا يعني بروح اقعد مع السيد مدير الاستاد هناك ونرتب مع بعض برضه الدخول والخروج والتنظيم المقصوره الرئيسيه، لان انت عارف برضه بيبقى في ناس من الاتحاد الافريقي وفي ناس ضيوف عندنا من نادي الترجي ان شاء الله. تمام. لابد ان نبقى عاملين حسابهم وعاملين مكانهم، الحقيقه الناس هناك بتوع الترجي لما بنروح يعني بيستقبلونا احسن استقبال، فاحنا كمان يعني يعرفوا ان هم في بلدهم وفي بيتهم وفي ناديهم
وهنستقبلهم ونوفر لهم كل سبل الراحه ان شاء الله. ده كلام محترم جدا يا سياده اللواء. كمان هتقول لجماهير النادي الاهلي ايه اللي ان شاء الله هتحضر المباراه؟ زي ما انتم يعني جمهور الجميل العظيم بتاعنا لسبب الرئيسي في فوزنا في اي مباراه ان شاء الله، هو نفس الجمهور، نفس التشجيع، نفس التزام. الماتش اللي فات الحقيقه الناس دخلوا بمنتهى الالتزام، وكلهم التزموا بتعليمات الامن ودخلوا في طابورهم وبدورهم وبضواباتهم وخدوا اماكنهم وخرجوا في 5 دقائق بدون اي مشاكل، بدون اي احتكاكات، بدون اي الفاظ اتقالت. فانا طبعا متعشم خير، وده يعني ان شاء الله برضه يوم السبت هيبقى نفس المنظر الجميل بتاع جمهورنا، هو هيبقى موجود يوم السبت ان شاء الله. سيادة اللي هو حابب هو جمهور أتفضل. واعي وجمهور فاهم، مش محتاج حد يقول له حاجه. جمهور النادي الاهلي فاهم وواعي، وهم عارفين كويس قوي رايحين يعملوا ايه، وعارفين هيشجعوا فرقتهم، وهيبقوا ان شاء الله سبب فوز ان شاء الله مريح قبل مباراه العوده ان شاء الله. ان شاء الله فريق الترجي بعت لحضرتك هيجوا امتى؟ تدريباتهم هتبقى فين يا سياده اللواء؟ هم هيوصلوا الخميس وهيتدربوا يوم الجمعه على ملعب المباراه ان شاء الله، وهيوصلوا على اسكندريه على طول على برج العرب على طول ان شاء الله. سيادة اللواء حضرتك حابب تضيف أي حاجة تانية؟ لا ربنا يخليك، بس يعني احنا مركزين في الماتش، مش مركزين في أي حاجة تانية. شغلنا بنعمله عادي، مش كل الكلام اللي حضرتك قلته ده احنا مش مركزين فيه خالص، ولا بنعمله أي اهتمام. الناس بتشتغل، قاعدين مش فارقة معاهم، هم بيشتغلوا صالح النادي الأهلي. ويعني أي حد يجي للنادي الأهلي لازم يشتغل لمصلحة النادي الأهلي. فكل الكلام اللي حضرتك قلته ده ما حدش مهتم يعني. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللواء، واسمح لي هنبقى نتابع مع حضرتك خطوه بخطوه الايام اللي جايه، عشان دي مباراه مهمه جدا جدا، مباراه فارقه في مشوارنا الافريقي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي.